اللقاء مع علي معلول ظهير ايسر النادي الاهلي. نجم نجوم النادي الاهلي واقول له زي ما جمهور النادي الاهلي بيقول اننا ساعدنا علي معلول. عندنا طموح غاليه جدا علي على كل جمهور النادي الاهلي وعلى كل محب للنادي الاهلي، لان انت الحقيقه واحد من الشخصيات العظيمه اللي دخلت النادي الاهلي. مجهودك باين، اصرارك باين. حابب تقولي الاول على البطوله الغاليه جدا جدا دي علي بالنسبه لك؟ مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، خصوصا ممكن كنا عشت اسبوع صعب شويه، خصوصا بعد شويه التصريحات اللي انا كنت مخسر في المقابله الاولى، اللي انا كنت استنى الهدف اللي قبلناه. لكن الحمد لله كان فما كلام اللاعبين كانوا مديني ثقه كبيره انه كنا الهدف اللي مش نسجلوه هنا في المغرب من قدم نتاعي. الحمد لله اليوم بطوله غاليه من كازابلانكا، خصوصا بعد خسرنا البطوله السنه اللي فاتت. لكن نروح الفريق والاصرار والعزيمة لننتصروا. الحمد لله بطولة غالية تنضاف لدولاب النادي الأهلي وللمجموعة هذه اللي قاعدة تعمل في إنجازات كبيرة برشا. إن شاء الله القادم أفضل. مبروك للنادي الأهلي مرة أخرى للتتويج. إن شاء الله تونا نضيو الصفحة هذه ونركز إن شاء الله على الدوري، نحاول نحسموا الدوري في أقرب وقت باش إن شاء الله ناخذوا العام السنة لكل البطولات الممكنة إن شاء الله. نكلمك ولا لسه؟ كلمته أكيد كان متوقع إنه اليوم باش ننتصروا. الحمد لله بطولة غالية جدا، خصوصا هنا في المغرب. كنا شفنا انه فريق الوداد كان متاكد انه هو باش ينتصر، لكن الحمد لله خبره اللاعبين. اقسم بالله احسن باك ليفت في التاريخ. اقسم بالله مبروك يا لولو، مبروك يا حبيبي. الحمد لله الف مبروك للناس. حبيب مبروك يا حبيبي. فمجموعتنا روحة ممتازة ما بين اللاعبين، كل الناس كل نعيش كعائلة واحدة، وهذا يسر تفوق المجموعة هذه. إن شاء الله ديما موجودين على منصات التتويج إن شاء الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره، والاهلي معجون كوره. وعلي معلول اسرع دليفري في مصر، علي معلول علول، وعلي معلول احسن ظهير ايسر في تاريخ النادي الاهلي. يا كوره غداره، قلنا اللقطه بلقطتها ما حدش صدقنا. قلنا ان الكوره دايما بتديك وشها الحلو ودايما بتغدر عليك، بقى حد يصدق ان علي معلول هو اللي يشيل الليله لو ما وفقش الاهلي في فوز بدوري ابطال افريقيا؟ كله مسك على علي معلول الغلطه في هدف الوداد في مباراه الذهاب، وكله نسي اسيستات علي معلول واهداف علي معلول واخلاص وروحه علي معلول في اكتر من 8 سنين خدمه في النادي الاهلي. علي معلول من الناس اللي حفرت اسمها بحروف من ذهب في تاريخ النادي الاهلي. بس بنقول الكوره غداره، الكوره اللقطه بلقطتها جمهور النادي الاهلي جن جنونه على علي معلول، وجمهور السوشيال ميديا عنف علي معلول بعد الهدف الوداد ونسي كل اللي عمله علي معلول. خير رد من علي معلول بكاء علي معلول غالي جدا على جماهير الأهلوية بصفة خاصة وعلى جماهير التوانسة بصفة عامة. علي معلول النهاردة يعاقب الجميع وعمل أسيست ولا أروع لمحمد عبد المنعم ليرتكفوا الجميع ليحرز هدف دوري يساوي دوري أبطال أفريقيا. علي معلول يرد على الجميع بأسست ولا أروع فيه عشان يعد الأسستات. ولو أنت بتحب الأرقام خش ودور على أهداف أكتر مدافع في تاريخ النادي الأهلي هتلاقي علي معلول، هتلاقي أكتر أسستات في تاريخ النادي الأهلي هتلاقي علي معلول. علي معلول أسرع دليفري في مصر، علي معلول ليس بالإمكان أفضل من مكان، علي معلول الورقة الذهبية للنادي الأهلي وحفر اسمه بحروف من ذهب ومعشوق جماهير النادي الأهلي. الأول هو علي معلول علولي أسرع دليفري في مصر. حبيبي يا خوك.